اتنين، اذا كنا عايزين نستفيد من موقعنا الجغرافي اللي هو موجود وعلى محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، بيشيل 12-13% من التجارة بتعدي من قدام مننا. طب انا بعمل ايه؟ قاعد بقالي كتير سنين كتير اتفرج على ده وساكت. وانا ما اقصدش باللي انا بقوله ده ان انا يعني اتهم اي حد، لا 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 والله، لكن لما جت الفرصه بان ايه نعملها بنعملها. الكلام ده اتعمل هنا، ونروح على البحر المتوسط تلاقوا جرجوب زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا اسكندريه اللي احنا بنتكلم فيه زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا ابو قير اكتر منه، صح كده؟ سيادتك جاي كله، ما انا عارف. انا بقول عشان بس الصوره تبقى واصله للمهتم وللناس اللي في مصر تعرف ان المهم، المهم ده، ده المستقبل. كان في شاب في البحيره امبارح بيقول لي انا عايز اطمن على بكره بتاعي، قلت له صحيح، كل اللي بنعمله مش عشاننا احنا لبكره، مش عشاننا احنا الشباب وبكره، عشان ولاد مصر واحفادهم ان شاء الله. ف احنا كان نفسي ان احنا نقول خلاص ال 80% دول، ولا خلاص احنا بنفتتح ونشوف المينا زي مينا السخنه، يعني اللي هو بقى مينا عالمي. سيادتك بعد سنه من النهارده وانا بقى حياتك قدام كتير، بعد سنه سيادتك هتلاقي المحطه هناك شغاله زي اللي سيادتك هتشوف سي ام اي النهارده كتير. اللي هو ما هو سيادتك اللي انا خلصت، ولكن هاتشسون عايزه سنه عشان تعمل البنيه الافقيه اللي انا عملتها في 6 شهور هنا. ولكن هم ده الناس لهم طبعا طبعا طبعا.